طريقة تنفسك تستعيد بيها مناعتك، تقلل بيها الاسترس، تحسن النوم، تحسن وظائف العضلات، تحسن وظائف الذاكرة، وتعلي المناعة فقط بطريقة التنفس. طريقة فيم هوف ميثود، راجل هولندي واخد 2 جينيس ريكورد اسمه ايس مان. الراجل ده اكتشف ايه؟ انك تقعد تحت التلج او في ماء مثلج وتتنفس بالطريقة اللي احنا هنتعلمها النهاردة، بتكتسب الاشياء الاتية: بتتحكم في هرموناتك، بتزود مناعتك، بتظبط حموضة وقلوية جسمك، بتتحكم في الادرينالين بتاعك، بتقاوم الامراض والسرطان والامراض المناعية، وبتبعد الالم، وتقلل الالتهابات، وتحسن النوم، وتحسن القدرة العضلية، وتحسن الذاكرة. طريقة فيم هوف ميثود مكسبها ايه؟ نومك بيتحسن، لو عندك اي الم او صداع بيروح وانت قاعد، قدرتك على محاربة الامراض بتزيد، قدرتك على التنفس واستخدام رئتك بتزيد، الاسترس والاكتئاب بيروح، نومك بيبقى اكثر عمقا، دماغك بتبقى اكثر صفاء وتركيزا، وتبعد عنك الزهايمر لان مخك بيبقى فيه اكسجين اكتر. الدورة عبارة عن ايه؟ تنفس عميق 30 مرة، بعد ما اطلع اخر نفس احبس، لان للهواء فاضي خالص ولا مليان خالص، حالة النص، بفضل 30 ثانية، وبعدين اخد نفس جامد قوي واكتمه 15 ثانية. 30 عدة، 30 ثانية،